وانا بدور على العقد بتاعي 25 سنة وانا مظلوم وعمري واخد حقه من ابويا. لازم الحق يحق له حسبابه. لازم كيس البلاستيك اللي في العقد بتاع ابويا، كيس البلاستيك اللي في العقد بتاع ابويا، كيس البلاستيك فين؟ كيس البلاستيك خلصون. ولا طبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم الاكتم. يا سلام، ده ايه اللي بيهزر من ورا باب الخشب ده؟ بأمارة العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب ودي اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه. بأمارة الشنطه يا حبيبي الاكتم، حبيبي الاكتم. نعم، ارغي عم الامور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليله؟ اه اجي معاك اخطب لك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه، لما اكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ ده وقتنا عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين يا 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك فا، لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج على يا لمبي. يا 15 جنيه، يا 15 جنيه. والله العظيم هطلع لك من اخرك ثلاث خرام بمراخينك. لا لا خدهم. على ما عفنا. خد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على النهر. ده كله كان امبارح جبن حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم، لان حاجه هنجح. سلام عليك يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. النبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. هتؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده. حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاعه؟ وجاعه وجاعه. وحياة ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشك بذوقي؟ بذوقي؟ عيب بقى وخدها يا احمد. 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك انت حاين ان انا نوطك في ليلتك يا احمد. ايه ده يا لمبي؟ ايه؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوة دي. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني ما خلصتش الغباوة بقى. مش مخلصت الغباوة بتاعت ابوك. مش مصدق نفسي. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ايه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد التلاته ياد فين؟ ياد التلاته مين واحده في التلاته عني؟ الرابعه يا لمبي. ايه هي دي؟ اه هي. صدق انا شفت البني ادمين بالظبط.
ايه ده اللي انت واخدك الصودا دي؟ بحبها يا لمبي بحبها. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتتبعها، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا اللي هتقول لي از، لا مفيش از، لازم تضمن حقك، وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي مادة بواعي كمبيالات. كمبيالات؟ وانا اشتري تلاجة يا لمبي؟ يا دفهم يا دي التلاجة على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنة بقلة كتير ملهاش ورق، الدمارك مفيش. انت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني انت كده كده متنيل اللي على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهاردة ناخد لاخونا اهتم اختنا سمير ارضس، وربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعتهم من حضرتك. على ايه؟ نعم على ايه؟ على ان شاء الله تجي التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك شكبه وتكبك. ايه اللي قلت؟ ايه على ايه؟ على ايه يا عم؟ الله ايه اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. حادثه قديمه يعني سحبوه من تحت ديجور ده. معلش يا لمبي استحمله استحمله عشان خاطر عشان خاطر طب انا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه؟ لا ده بعد ما انت بدلت اول يا لمبي تخص. واخد بالك يا عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة، وعايزين ندخل الحلة والغطا في حالة ببعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاه. نعم؟ كويس من اي ارتجاه. لا يلا يا عم يا عم يلا يا عم، ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده، مية ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا تنفلتك الصعب. معلش يا لمبي. لمبي بزبط ايه؟ عشان خاطر يا الجوزة دي مش هتلم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي، هتخليه في مفرده الجزمه على حاجه. انت جايب ده في قلب مصر؟ انت جايب ده في قلب مصر؟ اه اه اللي انت اه اه بتطلق عند الحكومه يا عم لمبي؟ فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطه يا لمبي؟ والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هاتوه ان مسجنتك يا لمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابوك يا لمبي. هاتوه والله بتاعت الضابط مش سمعتش حاجه. والجوازه يا لمبي؟ يا عم انا جوازه ما كانتش لازم تنتهي معايا الصوره دي. الله يخرب بيتك. ما تقوليش يا لمبي. واحده انت بتتصرف كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر بس. وإيه لو سمحت؟ غصب لأن غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقت دار، وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضضني من كتفي، وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت. بقيت نوضح لو سمحت نوضح. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك، وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهما كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا، والدنيا دي سعادتك. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتل واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ ده سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمن بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب على علوكة وقشف كوخة عايزان اطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمه لا تفيد، واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انا انت.
مسجون. بتقعد تفكر ايه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس الطاقيه ليه؟ بسرعه طلع لسان. ها؟ لسان الطاقيه يا مسجون. لسان الطاقيه. لسان الطاقيه اهو. اهو. البس الطاقيه. البس الطاقيه. كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام، تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك، يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسل مساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس، احترس مني، هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هون على مكتبي. ايه يا انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. وقفت تتنطط في الطابور زي الكرة الجل يا عطري. الحقونا يا باب، امشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعة على زنزانتك يا كلب بسرعة. الله يعمل زنزانة، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجة، اهم حاجة هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزع الزلازل يا فندم، يلا بسرعه. وانت يا ابني التوهو، طبعا ما حدش قدكم، اخر ليله فاتوها في السجن. يتوزع على عنبر الافراج. يلا خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحي. ما انا واحد ايه؟ خدنا افراج. يا راجل والله كنت حاسس ان انا مريء. اجمد يا دكتور، اجمد. تراح يا